السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معاكم دكتور إسماعيل أبو شادي، أخصائي علاج طبيعي وتأهيل الأطفال، وفيديو جديد بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات. سريعا ندخل في الموضوع بتاع الفيديو. عايز أتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الدور المنزلي، والدور المنزلي المهم جدا للأسرة في تأهيل الطفل اللي عنده مشاكل حركية وشلل دماغي. وبتكلم في الفيديو ده عن الدور المنزلي لان حصل معايا موقف من قريب لحالة من سوريا. بعتت لي رسالة هتظهر ليكوا على الشاشة دلوقتي. الرسالة دي كانت بتقول لي فيها كالتالي، بتقول لي: السلام عليكم، انا ام حسن من سوريا، بنتي مريضة وضمور في المنطقة الحركية في الدماغ، وحكت عن الحالة ومشكلتها، وان البنت ما بتعرفش تمشي لوحدها ولا تقف لوحدها، وان البنت طبعا زي القمر زي ما انتم شايفينها جميلة جدا، ربنا يبارك فيها. البنت مش قادرة، يعني هي مش قادرة ان هي تجيبها مصر تعمل لها علاج طبيعي مكثف. وبعدين بعتت لي فيديو للبنت بيوضح حالتها الحركية، ان هي ما عندهاش قدرة على الوقوف منفردا، ما بتعرفش تقف لوحدها، وده الفيديو زي ما انتم شايفين. فيديو كان لطيف يعني وكده. المهم، فطبعا هي قالت لي ان هي ما عندهاش القدره ان هي تيجي مصر، ومش عارفه تعمل ايه، والعلاج الطبيعي في سوريا ضعيف شويه، مع احترامنا للاخصائيين العلاج الطبيعي في سوريا، ومش قادره تعمل علاج طبيعي مكثف، فايه الحل؟ فانا قلت لها بمنتهى البساطه انك ممكن تتابعي قناه المركز بتاعتنا على اليوتيوب، وتحاولي تنفذي التمارين العلاجيه اللي موجوده على القناة، واخترت لها مجموعة من التمارين تناسب الحالة بتاعت البنت. ده الحل، يعني زي ما بيسموه أضعف الإيمان، ده الحل اللي نقدر ننفذه ونعمله مع أي حالة ما عندهاش قدرة ان هي تسافر مصر، سواء كان العائق عائق مادي، أو كان عائق ما فيش مرافقين مع الطفلة، في مشاكل في استخراج التأشيرات، ما في شغل واعمال مش قادرين ان هم يسيبوا اعمالهم ويجوا مصر. وبالفعل اديتها تمارين كتير زي ما انتم شايفين في الصوره كده تنفذها في البيت على القناه بتاعتي على اليوتيوب. الام مشيت على التمارين، وبعدين بعد فتره لقيت الام بتبعت لي رساله. بصراحه يعني انبسطت جدا من الرساله دي، بتقول لي ان بنتها بدأت تقف لوحدها، وده فيديو بيوضح البنت وهي بتقف لوحدها من اجتهاد الام، وده لا يلغي دور الطبيب او اخصائي العلاج الطبيعي، بس انا عايز اديكم مثال لحد بيجتهد مع ابنه في حال ان انت مش قادر تيجي، تابع واجتهد مع ابنك. فده فيديو طبعا للبنت وهي بتقف لوحدها. وبعدين بعتت لي تاني فيديو والبنت بتجيب اول خطوات ليها، والبنت بتجيب اول خطوات ليها. بصراحة انا اتفاجئت وانبسطت جدا، واستأذنتها ان انا عايز انشر الكلام ده للناس، حتى انا قلت لها انا هستأذنك ان انا انشر الكلام، وقالت لي هرجع لوالدها، وبعد كده قالت لي خلاص مفيش مشكلة انك ممكن تنشر الكلام ده للناس. في الاخر اللي انا عايز اقوله، يعني خلاصة الفيديو ده، وطبعا ربنا يشفي البنوتة الجميلة ويشفي كل اطفال المسلمين، ان انت لازم تجتهد مع ابنك. الاخصائي لوحده وطبيب مخ الاعصاب مش هيكون كفايه، انت ليك دور مهم في البيت. لازم كل ام تحاول تعلم ابنها الجلوس، الوقوف، المشكله الحركيه اللي واقف عندها، تحاول تتابع على الانترنت، وده ما يلغيش دور الطبيب. لو عندك اخصائي علاج طبيعي في بلدك شاطر، اشتغلي معاه واشتغلي في البيت، اشتغلي معاه واشتغلي في البيت. حبيت بس ان انا اشارككم القصة الجميلة دي، واتمنى ان شاء الله ان انتوا عشان تستفيدوا تابعوا قناة المركز على اليوتيوب، هتكون موجودة في الوصف، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك، بننزل عليها صور وفيديوهات وحاجات كتير جدا مفيدة لحالات التأخر الحركي وحالات الاحتياجات الخاصة بكل انواع. وان شاء الله باذن الله يعني اتمنى اكون افدتكم. كان معاكم دكتور اسماعيل ابو شادي، اخصائي العلاج الطبيعي وتأهيل الاطفال، وكل عام وانتم بخير.